هي الوريثة الشرعية لنساء الفراعنة العظماء على شاشة السينما. وصفها المخرج العظيم الراحل شادي عبد السلام بأنها هاربة من المتحف، لكن المؤكد أن الملامح المصرية الأصيلة كانت سنداً لموهبة كبيرة ومتدفقة وقدرة فائقة على تقمص أصعب الشخصيات. عشرات الأدوار المهمة في السينما والمسرح والتلفزيون كانت جواز مرورها وسفرها لقلوب المصريين والملايين، مش بس في مصر ولكن في العالم العربي كله. الليلة بيمنحها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريماً يليق بها ومشوارها الغني وأيضاً الطويل. جائزة إيزيس للإنجاز للنجمة الجميلة المتألقة دوماً سوسن بدر. أنا لا زي زيي ولا أزياد. مأمورة إيه؟ مأمورة هطيح دمك السعادي. والله يا حبيبتي كنت سعدت ولا اتاخرت عليكي. ده انا ساعات ما بيبقاش معايا حد اجيب علبه سجاير. اه والله بشتري سجاير فرق. ايه حاجه كانت تديك ولا القديرة والكبيرة والمتميزة إنعام محمد علي. مساء الخير لكل السادة الحضور. أنا سعيدة جداً النهاردة لأني أولاً لسببين. أنا متحيزة لكل جنوب مصر. أنا بنت الصعيد.
من مدينة المنيا، منيا السيد الذي سنوات طويلة عانى الإهمال، وإن شاء الله السنوات القادمة هي سنوات الصعيد. زي المهرجان مش مجرد حفلة ولا احتفالية، لا ده نزل على الأرض واهتم بالتثقيف الفني لأبناء الصعيد، سواء كان نساء شباب حتى الأطفال، بمعنى يبشر أن السنوات القادمة لا إرهاب، حيث الفن أصبح ثقافة عامة، الإرهاب دخل الكحول. سعيدة جدا بوجودي، وسعيدة بأن في ده مهرجان خاص بالسينما المرأة التي قضيت أكثر من 50 سنة أعمل من أجلها، من أجل نهضتها ونصبتها، من أجل حقوقها، لا تحيزا للمرأة لكن تحيزا لمجتمع لن يتقدم إلا إذا تقدمت المرأة فيه. يقاس تقدم أي مجتمع بمدى بمنزلة المرأة داخله.